سائل من خارج هذه البلاد يقول: كيف نفعل في بلدنا الذي تعبد فيه الأضرحة بشتى أنواع العبادة؟ هل نذهب لهذه الأضرحة ونكلم الناس هناك مع إمكانية أن تحصل علينا مفسدة من الحاكم الذي يدافع عنها؟ علموا الناس العلم النافع في المساجد، تكلموا في المساجد، موعظة، نصيحة، درس، علموا الناس في المساجد، والذي يقبل منكم النصيحة تنصحونه خارج المساجد. نعم.